السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده جايبه لكم شويه معلومات هتفيد ناس كتير جدا، بس اللي هم في المانيا بس، يعني مش هتنفع الناس اللي بره المانيا، بس الناس اللي في الدول العربيه ممكن يستفادوا بجزء من المعلومات دي، ممكن يدوروا يشوفوا الموضوع ده بيتطبق عندهم ولا لا، وان شاء الله يكون بينفع عندكم. الموضوع الاول حلو قوي، هيشجعنا برضو على المشي وهيفيدكم جدا، وكلام واثوق منه، وهو ان انت تنزلي الاب بتاع شركة التأمين اللي انت تبعها. طبعا في شركات تأمين كتير جدا موجودة هنا في المانيا، انت شوفي انت تبع انهي واحدة فيهم وتحملي الابليكيشن بتاعها. هتلاقي ممكن ابليكيشن واحد او هتلاقي ليها اتنين، انتي تشوفي اللي هو بيكون فيه البونس وتحمليه، علشان كل خطوة هتمشيها هترجع لك منها فلوس. الفكرة نفس فكرة البرنامج بتاع المشي اللي انا كنت نزلته لكم قبل كده اللي هو سويت كوينز، نفس الفكرة بالظبط، بس ناس كانت مستصعبة شوية لسويت كوينز، لان هو كان طالب شروط، لازم يكون عندك مثلا 100 صديق، لازم تكوني بعت الدعوة مش عارف لكام، لكن ده ملوش اي شروط، ده في نهاية كل سنة بيشوفك لو انت مشيتي كتير بيرجع لك فلوس على الحساب بتاعك. انا مثلا تبع التأمين ده فمنزلة الاب بتاعه، انتي شوفي بقى انتي تبعه او تبع غيره، هتنزلي الابليكيشن بتاعه، هتفتحيه هيقولك اللي هو تدخلي على البرنامج على طول لو انتي مسجلة بإيميلك وكده، او هيقولك اعملي ايميل جديد اللي انا معلمالك عليها تحت دي، هتدوسي عليها وتكتبي بياناتك الفرنمة والنخنمة وتشوفي اللي مطلوب من البيانات وتعمليه، وبعد كده هو بيشتغل من نفسه، وفي نهاية السنة الفلوس هتيجي على حساب البنك بتاعك. يبقى دي كانت أول معلومة معنا. تاني معلومة برضو هتخص الناس اللي في ألمانيا بس، سواء بقى بيشتغلوا ما بيشتغلوش، على الجوب سنتر، على السوسيال، مرتبهم كبير مرتبهم صغير، أي حد هينفع معاه الموضوع ده. انا لسه عارفة امبارح، بس للأسف مش هستفاد منه لاني لسه يعني مغيرة قطة الاطفال بتاعت الولاد. الموضوع ده عبارة عن ايه؟ ده لو انت عندك اطفال، كل طفل فيهم من حقك ان انت تشتري لي موبيليا جديدة لقطة الاطفال، سرير، مكتب، كرسي للمكتب، دولاب، اللي هو الحاجات اللي تخص الأطفال، كل واحد فيهم من حقه ان انت تاخدي ليه فلوس، بس الفلوس دي انت مش بتاخديها في ايدك او على حسابك بتاع البنك، لا، بتتحول على المكان اللي انت هتشتري منه. انت بتروح المكان وبتختار الحاجات اللي انت عايزاها، بيتعمل فاتورة بالفلوس دي، والفلوس دي بتتحول على حساب المكان اللي انت هتختاري منه، ما عدا الكيا الموضوع ده بيرفضوه، لكن في اماكن تانية تقدر ان انت تشتري منها، هقول لكم الاماكن دي وهقول لكم تعملوا ايه بالظبط. انتوا اول حاجة هتعملوها هتعملوا بحث على جوجل وتكتبوا فاميليان هيلفا، بعد كده هتبعتوا لهم وتقولوا لهم ان انتوا عندكوا اطفال وان اوضة الاطفال بتاعتكوا قديمة وان انتوا عايزين تجددوها، وبتكتبوا عندكوا كم طفل. هيطلب منكم البيانات بتاعتكوا، العنوان والاسم ورقم التليفون، وهتكتبوهم. والموضوع ده يعني تقدروا ان انتوا تعملوه مرة واحدة بس في حياتكوا، يعني ما ينفعش ان انت كل سنة ان انت تعمليه، لو انت عاملاه قبل كده مش هينفع ان انت تعمليه تاني، هو بيتعمل مرة واحدة بس في العمر. بعد بقى ما هتخلصي بياناتك وكده هتروحي بقى المكان اللي انت عايزة تشتري منه الحاجات، وتقولي لهم ان انا عايزة اعمل برايس فور شلاج ده، وتختاري الحاجات اللي انت عايزاها بقى، السرير، المكتب اللي انت عايزة تشتريه، وما عدا اكيا زي ما قلتلكو، هو مثلا بوكو، هوفنا، الاماكن التانية اللي موجودة اللي بتشتروا منها الاساس ما عدا اكيا، وتختاروا الاساس بتاعكم. وبعد كده بقى الفلوس هتنزل على الحساب بتاع المكان اللي انتوا اشتريتوا منه،
وخلاص على كده، وكلها بتكون حاجات جديدة وما بتكونش حاجات مستعملة. وبتختاروا اللي انتوا عايزينه، مثلا سرير في حدود 800 يورو، المكتب لحد 800 يورو اعتقد، الكرسي وهكذا. يعني مش فاكرة بالظبط الاسعار، بس يعني تشتروا الحاجات كويسة وجديدة، وهما اللي هيدفعوا ليكو الاسعار. قلت افيدكم، ويا رب تكونوا دايما بتستفادوا كده من الفيديوهات، يا رب اكون بنفعكم. وكنت عايزه اسالكم، اقول لكم انتوا حابين ايه في فيديوهاتي، ايه المحتوى اللي انتوا حبيتوه اكتر، ولا افضل زي ما انا كده المحتوى بتاعي متنوع، اللي هو بعرف معلومه، بعمل وصفه جديده، ميك اب، صور لحاجات، عروض، ريفيوهات. يعني انا شايفه انه كده يعني احسن، بس طبعا انا عايزه اعرف ايه اللي انتوا حبيتوه اكتر وايه اللي عجبكم اكتر. وبالنسبه للناس اللي مش هتعرف تعمل الموضوع ده، يقدروا ان هم يروحوا دياكوني وهم هيساعدوهم. كل حد بيكون في منطقته موجود دياكوني قريب منه، بتكتبوا على جوجل وتشوفوا ايه اكتر واحد قريب منكم وتروحوا له، وهم بيساعدوكوا في كل حاجه. الدياكوني ده كمان بينفع الناس الحوامل، بينفع في حاجات كتيرة جدا، يعني مش شرط بس الحمل والولادة، وبرضو بيساعد بفلوس للناس الحوامل، للناس اللي هي ما تنسوش كمان تتابعوني زي ما قلت لكم على الصفحات بتاعتي كلها، كلهم بنفس الاسم، امل الباس ان هامبورغ. وتابعوني على التيك توك، امل الباس، هتلاقوا ليا صفحتين على التيك توك، اختاروا اللي انتوا عايزينهم، بس هو اللي عليه فولورز كتير هو اللي انا بقيت بفتحه اكتر. التاني كنت سايباه للريفيوهات وبس، يعني بس اهملته شوية. هتلاقوا امل الباز وامل الباز اتنين، تابعوني على الاتنين، بلاش واحد، تابعوني على الاتنين، وان شاء الله دايما بتستفادوا، ودايما تلاقوا الحاجات اللي انتم محتاجينها عندي، ودايما اكون بفيدكم بمعلومات جديدة، وتكون حاجات كده بتنفعكم. متنسوش اللايك والاشتراك، وتفعلوا لي الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، ومتنسوش التعليقات الحلوة بتاعتكم. ومبسوطة جدا ان في ناس كتيرة دخلت بقت بتعلق لي، ناس انا معرفهمش، ودايما في ناس جديدة، ودايما في اشتراكات جديدة، ويا رب دايما كده اكون بنفعكم. مع السلامة.